خلينا بقى نبدأ حلقتنا بكلمتين وكلمتين عن الانتماء واللي بتعمله كرة القدم زي ما بتقال في القلوب. خلينا نحدد هنا وتحديدا الأهلي. الأهلي لما هنتكلم عنه أكيد الأهلي كبير أفريقيا، ولما كمان فريقه بيروح يلعب في أي دولة تانية بتشوف قد ايه في تقدير، بتشوف قد ايه الناس عارفه قيمه هذا الفريق. النهارده هنتكلم كمان عن لاعب منضم للاهلي من 2019 تحديدا، نتكلم في سنتين وشويه، وهو قد ايه بيحب وقد ايه بيفتخر بفكره ان هو منضم لهذا النادي، إليو ديانج، هذا النجم المتالق حقيقي. ديانج اقام تحديدا امبارح، ده اللي احنا عايزين نحكي مع حضراتكم فيه بقى، اقام في بلده دوره كره قدم بس هي مصغره كانت باسمه. واللقطه هنا اللي احنا عايزين نركز عليها هو اللعب كان بتيشيرتات يا كريم النادي الاهلي باللونين طبعا الاساسي والاحتياطي، بنتكلم احمر وازرق، ودي كانت حاجه حلوه. يعني تتكلم عن انتماء، تتكلم عن فخر بالفريق، يعني وهي اكيد حاجات زي ما بتقال لا تشترى. ولو اتكلمنا كمان عن اسم النادي الاهلي في افريقيا، حاجه كبيره قوي بقى، حاجه كبيره جدا، وفرحه الناس كلها وهم لابسين تيشيرتات النادي الاهلي. يمكن من الصور شويه تبان، وكان ديانج هو اللي وزعها يعني عليهم، وكان حريص ان كل الاطفال كمان بمختلف الاعمار ياخدوا التيشيرت، وناس كانت فرحانه. وبصوا حضراتكم يمكن الصوره شويه معبره عن اللي احنا بنتكلم فيه، فلقطه كانت حلوه قوي برده يا كريم. جدا جدا جدا، وكالعاده طبعا يعني كل الناس عارفه قيمه وقامه النادي الاهلي. الاهلي اسم كبير، والحقيقه اللي عمله إليو ديانج على هامش وجوده في بلده، طبعا هو هناك استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مالي، دي فعلا زي ما هواند كانت بتقول لحضراتكم من شويه، فعلا كل دي اشياء لا تشترى. الحدث ده رغم بساطته الا انه بيتضمن اكتر من رساله، اولها جماهيريه النادي الاهلي في افريقيا، ودي حاجه اكيد ما فيش مساحه لاختلاف في وجهات النظر حولها. ثانيا حرص اللاعب على انه يشجع مختلف الاعمار في بلده على ممارسه الرياضه وكره القدم تحديدا، وبرده على سبيل ان هو يحمسهم وزع عليهم جوائز ماليه وعينيه بسيطه بعد انتهاء هذه الدوره الكرويه المصغره. ثالثا فخر وانتماء اللاعب بناديه، وانه يخلي اللعيبه تلعب فرقتين بتيشيرتات النادي الاهلي سواء الاساسيه او الاحتياطيه، كل دي رسائل كتير بعتها ديانج بتصرف عفوي وتلقائي وبسيط جدا، واكيد احنا كمان بنتمنى له كل التوفيق مع منتخب بلده في التصفيات المؤهله للمونديال. حلو جدا.